عمنا طبعا. انت يا باشا دلوقتي لسه مجمع جهازك وحاسس انك كينج والدنيا زي الفل، وهوب لقيت الفيديو ده ضرب في وشك كده، قلت ايه ده؟ هو انا المفروض اعمل حاجه بعد التجميع فعشان ما تقعش في اي غلطه في تجميعة عمرك ان انت بقالك 30 قرن قاعد بتحوش لها دي، اتفرج على الفيديو ده للاخر، شوف شويه نصايح زي اللوز زيها كده معلم، ومن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم. حلقتنا بتاعت النهاردة إن شاء الله هنشوف شوية نصايح وتركات كده أهو نعملها بعد ما نجمع التجميعة بتاعتنا على طول علشان نتجنب أي غلطة ممكن تحصل. لو أنت عديت أول شهر من التجميع والدنيا زي الفل يبقى أنت كده بفضل الله إن شاء الله إن شاء الله هتقعد فترة طويلة جدا، ممكن توصل معاك لتلات أربع خمس سنين الدنيا زي الفل، لكن أول شهر ده بالذات لازم تاخد بالك ما تعملش غلط، تكشف على حاجه كويس وتتاكد ان كل حاجه كويسه عشان ما اطولش عليك. رقم واحد يا صاحبي بلاش فشخره كذابه الله يكرمك وتقعد تصور بقى في التجميعه اوه بص انا ده تجميعه ب 50,000 وبتاع، ما تعملش كده خالص اياك حتى لو بعد التجميع. تاني حاجه حاسب الفيروسات، وطبعا انا مش هقول لك ابعد عن الحاجات المكركه، لان انا لو قعدت من هنا لبكره اقول لك ما تحملش حاجات مكركه هتقوم جاي قافل الفيديو وتدخل تحمل حاجه مكركه، انا عارف ما تقوليش، بس يكفيني ان انا اقول لك ان حوالي 95% من الناس اللي اجهزتها بتبوظ او الداتا بتاعتها بتروح او 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 بقى اي مصيبه بتحصل تكون بسبب فيروس الفيديا او فيروس الرانسوم وير. طب ودول بيجوا منين حبيبي؟ مش بينزلوا لك من السقف، دول بيجوا من الالعاب والبرامج المكركه اللي بقالهم 90 سنه عندك على الجهاز. يا يوسف بس انا ما تظلمهمش، انا حملت البرامج والالعاب مفيش حاجه حصلت. يا حبيبي هو مش حاجه هتحصل، هم هيستنوا اللحظه المناسبه. انت دلوقتي راجل يعني كحيان لسه طالع من شارع تجميعه معكش مليم في جيبك، اكيد مش هيهكروك، هيستفيدوا منك بايه؟ هيستنوا شويه والله، ممكن يستنوا سنين حرفيا. لما تيجي انت بقى تحوش كبشه حلوه كده اهو، تيجي مثلا عايز تشتري حاجه اونلاين فتقوم جاي داخل كاتب الفيزا بتاعتك او بطاقه الكريدت كارد البنكيه بتاعتك، يوم واخدين الكارت ويوم سارقين كل فلوسك وعلى السلامه. او مثلا انت دلوقتي لسه عامل التجميعه فالتجميعه لسه معلاش اي داتا مهمه، فيستنوا شويه شويه كده لما انت تقعد بقى تحط في داتا مهمه بتاعتك وداتا شخصيه ويقوموا جايين دب مشفرينها لك وادفع يا معلم. انت معلش الجهاز لو فاضي وانت لبست فيروس كل اللي هتعمله هتفرمت الهارد. شكرا على كده. ايه يا باشا انت بتهزر ولا ايه؟ يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. اما بقى لو انت اللي بتجمع لنفسك فخد بالك لازم تكون عامل حسابك على فلاشه بره تكون حارق عليها ويندوز وتكون حاطط عليها البرامج الاساسيه اللي هي درايفر بوستر واي اي او ران تايم والحاجات اللي هي التعريفات والحاجات الاساسيه والبرامج الاساسيه جوجل كروم وانترنت داونلود مانجر والتعريفات بتاعه الجهاز على فلاشه خارجيه علشان ما تقرفش نفسك اول ما الجهاز ما يفتح، واوعى تنسى تعريف كارت الشاشه. انتقالا لكارت الشاشه فخد بالك لما تركب الجهاز لو انت عندك كارت شاشه خارجي احنا بنوصل الكابل بتاع الشاشه في كارت الشاشه مش في المذر بورد، المذر بورد احنا بنركب فيها الكابل لو احنا ما عندناش كارت شاشه خارجي. كمان حاجه روح على التاسك مانجر واقفل اي حاجه بتشتغل في الستارت اب عشان الجهاز يفتح معاك بسرعه. كمان حاجه معلش عشان خاطري شيك على الجهاز اخر تشيكه، انت ممكن على فكره بسبب فرحتك بالتجميعه تكون عملت حاجه غلط وانت بتجمع ودي على المدى الطويل تقرفك في عيشتك. احنا كناس بروفيشنال بتتعامل مع البي سي حرفيا والله بتحصل، ممكن ان انت تركب الجهاز كله وتلاقي نفسك ناسي تركب مروحه البروسيسور، والله بتحصل، تلاقي نفسك نسيت تركب السوكت بتاعها، تلاقي نفسك نسيت تحط معجون، تلاقي نفسك نسيت تشيل الشريطه البلاستيك من على البورده بدل ما تسيح. الحاجات دي كلها احنا بنقع فيها كناس بروفيشنال من كتر فرحتنا بالقطع، ما بالك بقى لو حد عادي غلبان لسه جايب القطع وبعرق جبينه رايح في داهيه ومفرحان بيها اكيد هيغلط، فخدوا بالكم شيكوا كده هو بس تشيكه. كمان يا صديقي مش محتاج اقول لك بقى المعلومه البديهيه اللي هي تهويه الكيسه، ان انت الكيسه يبقى فيه هواء، ان هي الكيسه ما تبقاش لازقه في الحيطه من ورا او فتحات التهويه قدام يبقى قدامها في براح، حاول قدر الامكان انك لو الكيسه عندك كده مفتحه من قدام وفيها مراوح ما تحطهاش في الارض عشان ما تشتغلش مكنسه كهربائيه تشفط اي تراب حواليها. خد بالك من الفلاتر كويس جدا، في فلتر بيبقى في الباور سبلاي من تحت وفلتر فوق وشغل جامد يعني ركز عليهم. كمان لازم تظبط اعدادات البايوس، في بعض الرامات لما بتيجي مثلا هي سرعتها 3200 ميجا هرتز بتلاقي مثلا مقريه في البايوس 1666 او 2133 بتبقى ارقام متخلفه، ارفعها ل 3200 زي ما انت عشان تستفيد بسرعه الرامات بتاعتك. كمان بقى حاجه مهمه جدا وهي دي اللي هتعرفك فعلا انت سمعت كلامي وعملت كل ده
ومفيش مشاكل ولا لا، وهي انك تعمل بنش مارك للجهاز بتاعك. انت شوف بقى الجهاز بتاعك مواصفاته ايه، خش شوف يوتيوبر او حد كان عنده نفس الجهاز ده وعامل عليه بنش مارك، يعني عامل عليه اختبار، وشوف اللعبه دي مثلا جابت 65 فريم عنده، جابت عندي انا 65 فريم، حلو يبقى انا كده التجميع بتاعتي متظبطه تمام. قلت شويه زادت شويه ماشي ده خطا قياس، لكن مثلا ما تبقاش هي عنده جايبه 65 فريم انا عندي جايبه 40، طب ليه ما يبقاش انا عندي مثلا درجه الحراره 85 و90 هو درجه الحراره عنده مثلا 60، طب ما اكيد انا كده عامل حاجه غلط. اخر بقى نصيحتين، هما نصيحتين لوجه الله والله مش كنصايح هاردوير. اول حاجه حاول انك تستفيد من جهازك ده باكبر شكل ممكن، يعني خد عليه كورسات، اتعلم عليه، خش في مجالات، اشتغل فريلانسر، حاول تجيب جزء من ثمنه اللي انت دفعته فيه. اخر نصيحه معانا يا شباب، هو اوعى تغضب ربنا سبحانه وتعالى من الجهاز ده. خد بالك الجهاز ده ربنا هو اللي عطيه لك، ولو شاء هياخده منك تاني، فاوعى تغضب ربنا من خلال الجهاز ده. وانت عارف وانا عارف مفيش داعي ان احنا نزود اكتر من كده. طب ممكن نزود ليه؟ ممكن نزود عدد اللايكات، عدد الشير، عدد السبسكرايبرز، عن طريق ان انت تشرفتني في القناه هنا وتعملي لايك وشير وسبسكرايب من تحت الفيديو، تقول لي الكومنت الجميل بتاعك اللي بستناه كل حلقه. اشوفكم بخير في الحلقه اللي جايه. كان معاكم يوسف نصر، امان الله.